جمعية عطاء الإغاثة والتنمية فرع عطمي. طبعا بعد دخول أول أيام شهر رمضان المبارك، وشهر رمضان المبارك يعني بالمجمل في المناطق المحررة، بتوجيه من الإدارة قمنا بتجهيز إفطارات جماعية. من بين هذه الإفطارات الإفطار اليوم طبعا بتجمع عطاء السكن الأول. هذا الإفطار بيستهدف النازحين من جميع المناطق المحررة، يعني والسورية كمان المحاصرة، من المهجرين والنازحين. طبعا نحن رحنا يعني اشرفنا على الطبخ كاملا بكل اشكاله، يعني من شراء الاغراض، من الطبخ كامل، اشراف يعني بشكل كامل على الطبخ وتجهيز التجهيزات. أو خدمة، جزاكم الله خيرا.